شعبان جمعة رئيس اتحاد كرة القدم لمناطق ولاية كلز. هذا الدوري العام لكرة القدم، نحن عندنا الدوري العام لكرة القدم فئتين، فئة الشباب وفئة الرجال مع بعضهم. جمعة سبت دوري رجال، اثنين ثلاثة دوري الشباب. مثل ما بتعرفوا هلا نحن المرحلة الرابعة من مرحلة الإياب. نحن شارك عنا بهذا الدوري 8 أندية اللي هن إعزاز، الثورة، الراعي، صوران، أخترين، مارع، الجسر وتل رفعت. نحن عم نلعب بالمرحلة الرابعة. عندنا الدوري في منطقة إعزاز، اللي بيلعب بدورينا ما بيحق له يلعب بأي دوري. طبعا هذا القرار نحن معتمدينه من 3 سنين مشان نحافظ على لعبة كرة القدم وتكون ضمن المنطقة الوحدة. مثال، نحن هلا عندنا الأندية تقريبا كل نادي سقط 7 من اللاعبين عم بيلعبوا دوري إدلب، نحن هذا بخالف دورينا. نحن طلعنا قرار من 3 سنين اللي بيلعب بدوري إعزاز ما بيحق له يلعب بأي دوري. اليوم أنا وجودي في الراعي أتابع مباراة قمة بكل معنى الكلمة، تضم نادي الراعي ونادي تل رفعت، لهم مكانة خاصة، ناديين كبيرين عريقين، وإن شاء الله نشاهد مباراة تليق باسم الناديين. بسم الله الرحمن الرحيم. مهند سعيد، لاعب نادي تل رفعت، ودوري بمدينة إعزاز والراعي ومارع. مرحلة ذهاب وإياب، نحن هلا مركز ثاني مرحلة إياب، ما عم نلعب ضد نادي الراعي. نادي الراعي انتهى الشوط الأول 0. نادي الراعي نادي عريق مثل ما شفتوا باللعبة، كيف فريق عم بيلعب بشراسة بقوة، عم بيدافع عن المركز اللي هو فيه. نحن هلا حاليا عم نلاحق المتصدر اللي هو نادي إعزاز بفارق 5 نقاط، وإن شاء الله عم نعمل جهدنا بإذن الله، إن شاء الله بلكي نكون بطل لهذا الدوري في مدينة إعزاز. إبراهيم مصطفى، لاعب نادي الراعي. كان لعبتنا اليوم كويسة مع نادي تل رفعت، والشوط الأول انتهى بالتعادل 0، وشوط ثاني بنقدم مستوى كويس وبنهدي إن شاء الله منفوز، وبنهدي 3 نقاط لجمهورنا الكريم واللي عم بحضر وتفرج علينا إن شاء الله. سريع.